يعطيكم العافية شباب وصبايا، ومعكم الدكتور يوسف سبلاني. نحن بعدنا عم نحل شاحة أو عم نشرح كتاب رياضياتي بايثون بالفصل رابع عن توابع غير إيجابية. عمليا من التوابع غير إيجابية، أنا بهمني أعرف بعض التوابع الغير إيجابية اللي هن التوابع مثلثتي ومعكوسي أنها وإلى آخره. بس بالأصل خلينا نبلش بالتعريف تبع التوابع الإيجابية. التابع إيجابي هو حيالله تابع بنقدر نكتبه بشكل كسري أو بتباني كسري. وبالتالي أول مثال عندنا هي الإف للإكس بتساوي راديكال إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد. هذا تابع إيجابي إس. ليش؟ لأن بقدر أنا أكتبه بتفاني يك دوفوم. يك دوفوم هو تابع جويا، عفوا هو عدد جويا، وبالتالي هذا صاير إف إكس هو تابع إيجابي. بنيجي تحت منها بهامين ترتيب، عندي الإف إكس بتساوي 3 إكس زائد 7 بتفاني 5. الاف اكس بتساوي 3 اكس زائد 7. طب 3 اكس بقدر كمان اكتبها بشكل 3 اكس زائد 7 على 1، وبالتالي هذا تابعي ايجابي. طيب نيجي للسكشن 1. نحن عندنا اول شيء بالسكشن 1 بدنا نعرف خواص التوابع. التوابع لهم خواص معينه، سبق ونحن درسنا بالفصل الاول اشكالهم. هلا بدنا نشوف نحن شو عندنا خواص، يعني شو معنى التابع توابع يك بيك. توابع يك بيك هي بالفرنساوي انجكتيف، او بالانجليزي بعض الاحوال بيستخدموها انجكتيف، هي 1 تو 1. هي عمليا لها تعريفين، شيء هندسي وشيء ايجابي. التعريف الهندسي اللي لها، بنقول اذا نحن عملنا خط موازي للاكس برايم او اكس لهذا الخط، يعني هذا بيكون بارلل على هذا، لازم يقطع المنحني تبع التابع بنقطه واحده. واضح؟ هلا هذا بما انه قطع بنقطتين معناتها هذا التابع مش 1 تو 1 او مش يك بيك، هذا تابع يك بيك، لانه شو ما عملنا خط هون هي موازي للاكس برايم او اكس بيقطعوا بنقطه واحده. التعريف الالجبري اللي له هو منقول انه اذا كان عندي ال A مخالف ل B معناتها ال F A مخالف F لل B. هذا هو التعريف اليك بيك. هلا عادة هذا مش كتير بنستخدمه بالشغل، بنستخدم اكثر شيء هذا. بناخذ بنقول اذا الاف للاي بيساوي اف للبي، يعني بنستيض نقطتين متساويين، لازم نبين انه الاي بتساوي البي، وبالتالي هيك بنكون عرفنا تابع ياك بيك. اول مثال عندنا اياه، نحن بدنا نقول انه بدنا نشوف الاف اكس بتساوي اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد هو تابع ياك بيك ولا لا. بنستخدم شو القاعده اللي تعلمناها فوق، انه بنبلش بفترض انه انا باخذ نقطتين اي وبي، وبقول انه انا عندي الاف للاي بيساوي الاف للبي. بدي اوصل بالامبلايز، يعني بدي نتيجه للاي بتساوي بي، معناتها شو بكون طبقت؟ معناتها تكون طبقت هالفورمولا، وهي الفورمولا صحيحه، معناتها بكون عندي يا تابع يك بيك. بيجي بشتغل بهذا التابع، عندي اي بلس 1 على اي ماينس 1 بتساوي بي بلس 1 على بي ماينس 1، يعني محل الاكس حطيت اي، وبالتالي شو صاير عندي؟ اي بلس 1 ضايب بي ماينس 1 بدها تساوي بي بلس 1 ضايب اي ماينس 1، يعني هي ضايب هي وهي ضايب هي. اوكي، a بلس 1 ضايب b ماينس 1 بتطلع عندنا اياها ab ناقص a ضايب ناقص 1 بتطلع ناقص a، بيجي عندي 1 ضايب b هي b، 1 ضايب ناقص 1 هي ناقص، بتساوي هيدا. طب انا عندي هال ab وهال ab بنقصهم من بعض، والناقص 1 والناقص 1 كمان بنقصهم من بعض لانه بعد اليساوي هون، بفضل عندي ماينس a بلس A بجيبها لهون بتصير ماينس 2A، وهون عندي اياها ماينس 2B، وبالتالي الـ A بتطلع عندي اياها بتساوي B، وبالتالي صار عندي التابع F هو ياك بياك S. مثال اللي بعده، عندي الـ F للـ X بتساوي X2 ناقص 5، هذا هو التابع ياك بياك ولا لا؟ بيجي بقول انه الـ F للـ A بتساوي الـ F للـ B، معناتها الـ A لـ 2 ناقص 5 بتساوي B لـ 2 ناقص 5. هال 5 وهال 5 لانه بعض الواحد بشيلهم، معناتها بضل عندي الاي سكوير بتساوي بي سكوير، معناتها الاي سكوير ناقص بي سكوير بدها تساوي صفر. باخذ بعمل لها فاكتورايز حسب ما درسنا سابقا، وبالتالي بيطلع عندي الاي ماينس بي تايمز اي بلس بي بتساوي صفر، معناتها عندي يا الاي ماينس بي بتساوي صفر معناتها الاي بتساوي بي، او الاي بلس بي بتساوي سي معناتها الاي ماينس بتساوي ماينس بي، وبالتالي هذا التابع مش ياك بيك. ليش؟ لانه اذا عندي الاف للاي بتساوي اف للبي، بحاله من الحالات بيطلع عندي الاي بتساوي ماينس بي، وهذا عكس التعريف، وبالتالي بيطلع معي انه الاف للاي بتساوي الاف للبي، بس الاي ما بتساوي البي، وساعتها معناتها هذا التابع مش ياك بيك. طيب
تمين كدوم يك أستوابع زي يك بيك هاستن مثل ما حلينا الفوق منحلون لهول التحت عادي منقول انه بناخذ نقطتين هني ومنطلق من قفل الاي بتساوي القفل البي لناخذ هذا التمين ام واحد انا عندي اياه اكس 3 زائد واحد انا عندي اياه اكس 3 زائد واحد فبيجي بقول انه انا عندي القفل الاي افترضها بدها تساوي القفل البي شو معناتها يعني اي بتفاني 3 زائد واحد بدها تساوي بي بتفاني 3 زائد واحد معناتها A 3 بدها تساوي ال B 3 معناتها ال A 3 بتساوي B 3 معناتها ال A بتساوي ال B ليش؟ لأنه هون عندي إياها مفرد فلهذيك اللي لهم هو جواب واحد واضح لما بدي أعمل أني من ال A 3 لل B 3 بحط لها هذيك ال 3 لل A بتطلع عندي إياها A بينما بالغدك ال A 2 اثنين هون بيطلع عندي اياها قدر مطلق للاي وبالتالي ممكن تطلع عندي اي او ماينس اي وبالتالي هولي بيطلعوا متساويين وبالتالي الاكس 3 زائد 1 هن عاد نتابع ياك بيك. طيب نيجي للرقم اللي بعده عم نقول منقول هالمية منقول انه التابع اف هو بازي اي تعريف شو دي باشهد منقول عنه يك بي يك اس اذا كان الاف للاي بتساوي الاف للبي لما الاي بتساوي البي على سبيل المثال بيجي بياخد هذا النموذج اللي هو الاكس بتساوي الواي بتساوي اكس 2 نحن هونيك الاكس 2 ما طلعت معي الواي بتساوي اكس 2 ما طلعت معي يك بي يك يعني عندي بعض الحالات بتطلع عندي اياها منفي بس على البازي من الصفر للمثبت بنهايات هيدي بتطلع هيك بهيك ليش؟ لأن إذا أنا أخذت نقطتين A و B أنا إذا أخذت نقطتين A و B على البازي من الصفر للمثبت بنهايات يعني النقطتين أنا أخذهم A هون و B هون أو بالعكس ما في أخذ B هون لأنه بس أنا عندي إياها عم بيشتغل على هذا البازي وبالتالي بس أكتب أنا بس اكتب انا a سكواي بتساوي b سكواي معناتها ال a بتساوي ال b او ال a بتساوي ناقص b بما انه اخذهم مثبتين انا فاذا ال a هي مثبتة ناقص b بتجي هون بتبطل خارج البازي وبالتالي هذا الاحتمال بلغي وبالتالي بقدر يقول انه التابع y مساوي x سكواي هو يك بيك على البازي صفر مثبت بنهايات على هذا الاصل او في يقول انه من المنفي بنهايات للصفر واضح ليش لانه كمان بكون اخذ الاي والبي اثنيناتهم على الميله هن منفيين وبالتالي ما بقدر كمان عندي هذا الاحتمال اذا كانت الاي منفيه المنفي للبي اللي هي كمان منفيه بتطلع بالمثبت بالجهه الثانيه وهذا ما بيكون عندي بقلب البازي وبالتالي بقدر اني احصل الياك بياك وين يك بيك على بازي معينة إذا مش يك بيك على كل الدامينة ممكن يكون على جزء منه واضح؟ طيب هلأ بيكون هذا خلص عنا السكشن أم واحد ولح نتابع بالسكشن تابع اثنين لأنه هن مرتبطين ببعضهم خلينا نقول التابع يك نافا وأكيدا يك نافا تابع يك نافا يلي دراستهم كان بالإنجليزي أو الفرنساوي هن التوابع اللي بيكونوا مونوتون واضح؟ منقول عنه للتابع هو صعودي لاحظوا منقول عنه صعودي يعني طالع إذا شو جيت عملت مثل هون إذا جيت أخذت النقطة A هون أصغر من نقطة B يلي هي هون الأف للA يلي هي وين بدها تكون هي هون الأف للA هي بتكون هون الأف للA واضح بيجي عندي الأف للB وين بدها تكون بدها تكون هون بقول عنه لهذا التابع بيكون صعودي إذا كان عندي الA أصغر من B بيطلع عندي كمان الأف للA أصغر من الاف للبي واضح انا عم بحكي على هذا القسم منها للمعادله يعني عم بشرح هون وبالتالي الاي اصغر من البي معناتها الاف اي اصغر من الاف بي معناتها هذا المنحني اللي هون هذا منحني صعودي بيكون نزولي اذا كانوا بالعكس نازل يعني اذا اخذت الاي اصغر من البي هاي الاي لنفترض انه هذا وصل لهون هاي الاي إذا أخذت الـ A هون الـ F للـ A هي هون بتلاحظوا إنه الـ F للـ A أكبر من الـ F للـ B اللي هو هون هذا بسميه
نزولي، وبالتالي انا كاتب لهم التعريف اللي لهم، بقول عن التابع صعودي، اذا اخذت A اصغر من B معناتها القفله الـ A اصغر من القفله الـ B او بيساوي، وبنقول عنه نزولي اذا كان عندنا الـ A اصغر من B معناتها القفله الـ A اصغر من القفله الـ B، او حسب اذا بدنا نشوف على الشهودي يعني انه هندسه بيكون عندنا هذا الشكل، انه التابع على طول طالع طلوع، شكل التابع ما بينزل نزول، هذا بيكون صعودي، وما بيطلع طلوع كمان بيكون نزولي. هولي هن نموذج هاي جاز صعود نميكونات، ونموذج هاي جاز سقوط نميكونات، ما بينزل لتحت. اعطونا امثله عن هذا صعودي، هذا صعودي، هذا نزولي، وهذا نزولي. هلا هون هول الصور في فرق بيناتهم، هذا صعودي صحيح، بس اذا بتلاحظوا هون اذا اخذت الاي اصغر من البي اصغر او بتساوي البي، هون عندي القفله الاي بتساوي القفله البي، هذا اسمه بس هذا تابع صعودي. اما هذا تابع اكيدا صعودي، شو بيفرقوا عن بعضهم؟ بيفرقوا عن بعض بالتعريف، انه هون انا ما عندي اصغر او بيساوي بي، ما عندي اصغر او بتساوي قفل الـ A اصغر او بتساوي قفل الـ B مثل ما كان عندي اياهم فوق، قفل الـ A اصغر او بتساوي قفل الـ B. واضح؟ هون عندي قفل الـ A اكيدا اصغر من قفل الـ B بدها تكون، يعني هذا الشكل ما بلاقيه بالصعودي او بالاكيدا صعودي، بلاقيه عفوا بالنزولي، بلاقيه هذا بس بالنزولي وما بلاقيه بالاكيدا النزولي، هذا اكيدا نزولي. واضح؟ هذا مثال عن الصعودي او مثال عن النزولي، هذا عندي نزولي وهذا عندي اكيدا نزولي. واضحين؟ هلا بدنا ندرس التعريف التانيين المرتبطين، شو بقدر بستنتج من الاكيدا صعودي او من الصعودي ومن الياك بياك، انه في علاقه بيناتهم ولا لا؟ طيب انا اول شيء نحن قلنا شو معنات التابع ياك نافاي، يعني اتجاه واحد او الموتون مونوتون. اول تعريف بيقول اذا كان الاف تابع صعودي او نزولي معناته هو تابع ياك نافا، ماشي؟ وإذا كان أكيدا صعودي أو أكيدا نزولي بيكون كمان أكيدا يكنفا. حيلا تابع صعودي، حيلا تابع أكيدا صعودي معناته هو صعودي، بس العكس مش موجود، يعني هو مثل هول الاثنين، إنه هذا صعودي وهذا صعودي عادي، بس هذا أكيدا هذا نزولي وهذا نزولي عادي، بس هذا أكيدا نزولي أما هذا أكيدا مش نزولي، وبالتالي هيدين بتعطيني هي، بس هي ما بتعطيني هي. واضح؟ ننزل للي بعدها. طيب هلا هون الحكايه، هاي تابع اكيدا يكنفا، اكيدا يكنفا يعني يا اكيدا نزولي يا اكيدا صعودي، بيكون هو ياك بياك، يعني هيدن اول بروبوزيشن بقدر اعرف منها شو معنات تابع ياك بياك. بلا شيء بكفي باهنه انه يا صعودي يا نزولي، يعني بالتالي بكفي باهنه انه هو ياك نافا. طيب بالمثال اللي اخذناه نحن اللي قلنا انه القفله الاكس بيساوي اكس 2، هون قسموا لنا اياهم انه القفله الاكس اكس 2، لحتى نذكركم فيه هذا اللي كان شكله هيك شاحنه، انه عم بيقولوا لنا على هذا البازي هو اكيدا صعودي وعلى هذا البازي هو اكيدا نزولي. واضح؟ بهيدا. طيب عم بيقولوا لنا اذا الاف بالبازي اي اي اكيدا صعودي او اكيدا نزولي، معناتها الاف داي بازي اي كمان صعودي نزولي، ونيز هاز بالي عكسي ام مطلب دوس نيز مثل اللي كتبوه هون فوق ما في شيء. اذا كان عندنا الاف بالبازي اي اكيدا يك نافا باشاد، معناتها الاف هي على البازي اي كمان يك بياك است، يعني احنا هون جزأنا هم، يعني بنقول هذا نزولي كلي لانه عدمني كلها سوا، وما يا لا بيجي بقول انه هذا يكنفا او نزولي بس من الصفر للمثبت بنهايات مش على كل الدامينه. واضح؟ معناتها الاي هو ياك بياك اس، بس العكس مش ضروري صحيح، يعني اذا كان عندي ياك بياك مش ضروري يكون عندي يكنفا. واضح؟ طيب نحن سبق وعرفنا، عملنا قضية سبق وعرفنا شو معنات الاف هو بايفاستي على البازي اي، وداي نقاط دوني يعني بقلب الدوميني على الاي، معناتها الاي على الاف بيكون مشتق بازي اس داي ان صورات. هون اجي بازاي هاي اكس نقاط دوني اي اف برايم للاكس اكبر من صفر، معناتها الاف داي بازي اي اكيدا صعودي اس. واضح؟ يعني اذا عندي تابع اف على البازي اي
وهو مشتق بزي است، يعني عنده اف برايم، كيف بقدر يبين انه شيء هو صعودي او نزولي؟ بكفي اذا جبت الاف برايم للاكس لقيتها مثبته معناتها هو صعودي، اذا جبت الاف برايم للاكس كنت منفي معناتها هو نزولي. مثال صغير عليه، بنيجي على هذا التابع اللي هو اف للاكس بيساوي اكس 2، المشتق تبعه لهذا شو بيساوي؟ بيساوي 2 اكس، المشتق تبعه اللي له 2 اكس. على هذا الجزء من الانترفال من الصفر للمنفي بنهايات، يعني على هذا البازيت 2 اكس هي شو؟ منفيه، اصغر من صفر، وبالتالي هذا التابع شو صار عندي؟ اياه نزولي. بينما من الصفر للمثبت بنهايات هذا التابع 2 اكس، الاكس هي مثبته، يعني 2 اكس هي مثبته، يعني الاف برايم للاكس هي مثبته، وبالتالي هذا صار شو عندي؟ اياه هذا صعودي. هيدي وحده من الطرق لحتى نبين صعودي ونزولي، واضح؟ طيب نجي للسؤال اللي بعده، انه هون طيب اذا كان عندي الاف برايم للاكس بتساوي صفر معناتها الاي هو ثابت است، يعني بيبقى عندي كي هو موجود ثابت است. عمليا هي وين بتلاقوها؟ بس يكون الكيرف او المنحني عم بيغير شكله، مثل هون، هون الاف برايم له بيكون عندي اياه صفر، واضح؟ يعني هيدي هون النقطه هي بتكون ال 2 اكس هي بتساوي صفر، بيكون عندي هذا الشكل، احيانا بسموه ماكسيموم ومينيموم بعدين نوصلهم، او اذا كان عندي هذا الشكل، هذا الشكل يلي هن هون بالاكيد النزولية، هون بهالنقاط عندي لانه ثابت جاي، فبكون عندي الاف برايم للاكس بتساوي صفر، واضح؟ طيب نجي للتمرينات اللي بعده. هلا تعداد الشهار كيف بدنا نلاقي نحن يشي للواحد؟ يشي هن بيكونوا بالنقاط اللي بيكون عندنا اياهم محل ما بيتقاطع المنحني مع الاكس برايم او اكس، هم بنسميهم يشي. وبالتالي قلنا انه يشي هو محل بيتقاطع، بس يكون عندي اياها الاف هو اكيدا صعودي او اكيدا نزولي، معناتها عندي هول يشي هن اعدادهم ثابته ومتناهيه، فبيطلع عندي هذا يشي هون بس بكون عندي يشي وحده مثلا، لانه هو تابع صعودي بهيدن البازي. طيب حتى نحن نقدر بتبقي قضيه هيك، باي بدست اوفر دان بازي هاي كتابع مشتق بازي اف دي ام بازي ها اكيدا يك نافا اس كافي اس اف برايم اكس تعيين علامات كوني، حتى نعرف انه هو التابع مشتق بازي للاف اكيدا يك نافا، بكفي بس نعرف العلامات تبع الاف برايم للاكس، بس بكفي نعرف الاف برايم للاكس. مثال، هذا المثال حلو نحله. اذا عندنا الاف للاكس بتساوي 2 اكس 3 ناقص 3 اكس 2 ناقص 7، بدنا نشوف هيدي وين الاف هي دايان هاي يك يك نافا است مونوتون. مونوتون شو بدنا نجيب؟ يعني بدنا نعرف علامات الاف برايم للاكس وين بيتغيروا. طيب جيب المشتق للاف برايم للاكس، الاف برايم للاكس هي 3 ضرب 2 بتطلع عندي 6 اكس 2 ناقص 6 اكس، مشتق للسبعة هو صفر، وبالتالي بياخذ كومن فاكتور 6 اكس، اكس ناقص 1 بتساوي صفر، وبالتالي الاف برايم للاكس عند الاكس بتساوي صفر بتغير علامتها، وعند الاكس بتساوي 1 بتغير علامتها. يعني شو كون طلعت يشيل للاف برايم اكس حتى اذا انا اعمل طلع العلامات، بيجي بعمل جدول تعيين علامات يلي هن عندي ناقص مثبت منفي بنهايات، عندي اول يشيل طلعت للاف برايم هي صفر، ويشيل الثاني هي 1. اذا بتلاحظوا الاف برايم للاكس هي شيء 6 اكس 2 ناقص 6 اكس، هيدن اف برايم هي تشان جمليه داجي دو، عندها 2 شيء، بيجي بتطلع انا على الضريب تبعها معناتها هذا مثبت، معناتها ببلش من هون عندي مثبت منفي مثبت، هي علامه الاف برايم للاكس. شو معناتها؟ معناتها الاف للاكس هي صعودي بين المنفي بنهايه والصفر، نزولي بين الصفر والياك، وصعودي من الياك للمثبت بنهايات. يعني اذا بتلاحظوا هذا التابع رسمناه بيطلع لنا شكله هيك، هذا الشكل هيك، اذا بتلاحظوا بالمنفي بنهايات لعند الصفر هو صعودي، بين الصفر
والياك هون انا عندي اخذ الاشياء اللي كتير كبيره عشان هيك مش مبين عندي ياك هيدين. للياك هي نزولي من هون لهون، وبعد منها يجي طلع صعودي من الياك للمثبات بنهايات. واضح؟ وبالتالي الامثله الثانيه مثلهم، بدنا نطلع الساين تبع الاف برايم، بدنا نطلع مثلا هذا التميم مشخص كونيت هي كاستوعب عزيزي قدوم بازي هاي اكيد صعودي، فهو قدوم بازي هاي اكيد نزولي. باشان بدنا نجيب الاف برايم للاكس، شوفها امتى مثبتي امتى منفيه، حلين منهم تمارين كتير هولي بالفصل الاول. بالفصل الاول خلينا ننقي هيك تمرين مميز، مثلا بدي اشوف اذا الاف للاكس بيساوي الساين اكس هو ياك بياك ولا لا، بين البي اوفر 2 والبي على 2 او البي اوفر 2. حتى نحلوا لهذا السؤال الاف للاكس بيساوي ساين اكس، شو بيجي بعمل انا؟ بيجي بتطلع انا باخذ نقطتين اي وبي، يعني عندي اف للاي بتساوي الاف للبي، معناتها الساين للاي بتساوي شو؟ الساين للبي. يا ترى هون بيطلع عندي الاي بتساوي البي ولا لا؟ بيجي بتطلع اني على البازي من هاي بي على 2 على البي من هاي 2، لان يعني عندي احتمالين، يا الاي بتساوي بي او الاي ممكن تكون تساوي ماينس بي، او هي عمليا ما بيقولوا ماينس بي، بيقولوا هي بتساوي بي لانه عم نشتغل هون زائد مثلا كي بي او بي. هلا راحت عن بالي هيدا اي ان، لا هون اكيدا هي بتساوي مثلا بي زائد كا بي على 2 لانه السنس بيساوي بعضهم بهالواحد، بس بما انه حاصل البازي من هاي بي على 2 للبي على 2، وبالتالي هذا الاحتمال بيكون منفي، بتكون عندي هي الاي بي. حتى نفهمها بشكل اداء بدي استخدم انا التريجونومتريك سيركل او هي السيركل. لاحظوا اذا انه انا عندي الزاويه الساين هي بين المن هاي بي اوفر 2 على البي اوفر 2، الاكس تبع الساين اين هو؟ هذا هو تبع الاكس تبع الساين. بتلاحظوا انه هون قيمته نياكي، يعني اذا عندي الساين للاي اللي هي هون بتساوي الساين للبي، معناتها الاي بتساوي البي. امتى بيكون عندي مشكله؟ في حال كان عندي الانترفال او البازي بين المنفي بين الصفر بين المنهاي بي والبي، بيكون بين المنهاي بي والبي او بيكون بين الصفر والتو باي، بيكون عندي مشكله. ليش؟ لان بحال مثلا لاحظوا هون الساين اذا اخذت الاي بتساوي بعض، يعني اخذت الساين هي بتساوي هون بتساوي هالنقطة، الساين للاي بتساوي الساين للبي بهالنقطة. لاحظوا ممكن انا يكون عندي ساين لهالزاوية، يعني هالزاوية الساين لإكس اللي لها 0.7 اللي هي الزاوية 135، نفس الشيء بتكون عندي اياه هون الإكس كمان 35 والساين للإكس بتكون 0.7. فبين المن هاي بي اوفر 2 والبي اوفر 2 ما عندنا مشكلة، بس بين الصفر وال 2 باي او بين الصفر والباي ساين اكس عندها مشكله، في حين انه الكوساين لا، الكوساين بتختلف من بازي لبازي. الكوساين الاكس هي بين الصفر والبا والبي هي ما في عندها مشاكل، عندها مشاكل بين من هاي بي والبي لانه هون زاويتين بيساووا بعضهم الكوساين تبعه، يعني هي الزاويه وهي الزاويه الكوساين اللي لها واحد. اذا اخذت كوساين اي بتساوي كوساين بي ممكن يطلع عندي الاي ما بتساوي بي، او اذا عندي الاي بتساوي بي، يعني عندي مشكله بالكوساين حسب التعريف الواحد. عاده بنقول اذا الاف اي بتساوي الاف للبي معناتها الاي للاي بتساوي البي، في حين انه هون ممكن يطلع عندي الكوساين للاي بتساوي الكوساين للبي، بينما الزاويه مختلفين عن بعضهم ما بيساووا بعضهم. وبالتالي هذا السكشن بيكون خلص، ان شاء الله بنشوفكم بالسكشن الثاني توابعي معكوس بازي.